صد لركلة جزاء حاسمة لمصلحة الظهرية من عميد مخارزة، وأعطى اللقب لمصلحة شباب الخليل. وبكلامه توفيق علي كان يحكي على عميد مخارزة بأنه في التصويبة لمصلحة عبد الحميد، جول مباغت، هدف مباغت، هدف مباغت. توفيق علي لا يصد في هذه المرمى عن مرمى الشباب، وهفة وهدف مباغت لمصلحة مركز بلاطة. 1-0، 1-0 من تصويبة مباغتة وهفة توفيق علي. 1-0 لمصلحة مركز بلاطة. هنا الإعادة مباغت، مباغت أشرف أو عبد الحميد أبو حبيب، عبد الحميد أبو حبيب في تصويبة مباغتة على مرمى الحارس توفيق علي، وبغرابة تنتهي في شباك شباب الخليل. 1-0 في شوط أول ضعيف المستوى، وفي نتيجة هدف يعني أجمل ما يكون لمصلحة فريق بلاطة في هذا الشوط. هدف من السماء لمصلحة مركز بلاطة، هدية من السماء لمركز بلاطة. التصويبة لم تكن قوية ولا صعبة، لكن خلاص أرادت المرمى، أرادت المرمى بقدم عبد الحميد أبو حبيب. رابع الأهداف، رابع الأهداف لعبد الحميد أبو حبيب في الدوري حتى الآن. يسجل عبد الحميد في مرمى الحارس.